في هذا الفيديو سوف نتعرف على أكثر 8 ماكينات مذهلة موجودة اليوم. ماكينات صنع الليبل معروفة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث تنتج ملصقات شفافة لأسامي أشهر الماركات العالمية وغيرها، سواء للتزيين أو الحماية أو تحديد الماركة، والمنتجات التي تنتجها تكون عالية الجودة، كما تشمل العديد من المواصفات المقاومة للأشعة فوق البنفسجية والطقس، كما يمكنها إنتاج الملايين من القطع بكفاءة عالية. قلايات لاكور. لاكور هي ماركة إسبانية عالمية لصناعة مستلزمات الطهي. واحدة من أشهر منتجاتهم هي قلايات لاكور، والتي تصنع بأكثر من نوع، منها الألمنيوم أو السيراميك، وتعتبر الطريقة التي يتم بها تصنيع تلك الأواني مثيرة للإعجاب. أولاً، يتم سحب قرص من الألمنيوم ذو نقاء عالي، ويمر بعملية تغيير شكله من قرص مسطح إلى منحني، وبعدها تنتقل للعملية التالية عبر حزام الناقل، حيث تقوم آلة PTFE بتلميع الطبقة السفلية من القرص، وبعدها لا يتبقى سوى خطوة طلاء داخل المقلاة بطبقة نونستيك السيراميك لجعل تجربة القلي أفضل. آلة تعبئة الكراتين الأوتوماتيكية. تعتبر تلك الآلة هبة من السماء لتوفير وقت تعبئة المنتجات في الكراتين، حيث تعتمد تلك الآلة على تقنيات عالمية تجعلها تقوم بتعبئة الأشياء داخل الكراتين بسرعة كبيرة وبطريقة أوتوماتيكية بالكامل، بشكل يحافظ عليها سليمة وآمنة خلال عمليات الشحن والنقل. الجيد أن تلك الآلة يمكن استخدامها في أي صناعة أيا كانت، ولا تقتصر على مجال واحد. روبوتيكا كوجلر. واحدة من أشهر منتجات شركة كوجلر للروبوتات، التي تأسست في عام 1978، ومنذ ذلك الحين فهم مسؤولون عن إنتاج أهم الروبوتات في مجال التعبئة والتشغيل الآلي. روبوتيكا كوجلر هي آلة لتعبئة السكر وتغليفه من خلال أحزمة ناقلة متوافقة مع معايير الجودة ISO 9001 وISO 2008، ولها قدرة على تعبئة 10,000 عبوة في الساعة الواحدة بشكل أوتوماتيكي بالكامل دون أي تدخل بشري. آلة نيكساس لنقل المنتجات. واحدة من أكثر آلات النقل الأوتوماتيكية الشعبية في الأسواق، لأنها الاختيار رقم واحد فيما يتعلق بنظم التخزين المؤقت في صناعة المشروبات، حيث يشمل مزايا عديدة منها القدرة على الترقية إلى خطوط ثلاثية الأبعاد، وكذلك مقاومة لدرجات الحرارة حتى 100 درجة مئوية، كما يمكن تهيئتها لتناسب احتياجات العميل، وكذلك الإطار المستخدم مكون من حمض عالي القلوية وذو مقاومة عالية للصدأ، وتعرف تلك الآلة أيضاً باسم بكرة الجاذبية نيكساس، وقد تكون أطول نماذج الحزام الناقل في العالم مع ارتفاع يتجاوز 30 متر، كما يمكن تثبيتها خارج المبنى. عجانة كيمبر الأوتوماتيكية. هي عجانة دوارة معروفة بقوة بنيانها وكفاءتها العالية، وتنتج قطع عجين بأحجام تتراوح بين 200 جرام و 1.2 كيلوغرام، وهي مجهزة من فولاذ مقاوم للصدأ لضمان الحصول على الطاقة الإنتاجية القصوى للآلة بعد أن يتم إنتاج العجين بتلك الآلة. ينتقل إلى مخروط الروتري M1، حيث يتم تشكيلها في أشكال كروية ويتم نقلها إلى الموقع المطلوب. ماكينة جايندرا لتصنيع خبز الشبات الهندي. تعتبر تلك الآلة وسيلة راحة بالنسبة للكثيرين في العالم، وهي من تصميم جايندرا Engineering Works، وقد صممت لتكون بسيطة وآمنة وأوتوماتيكية التشغيل بالكامل، وهي تنتج خبز الشبات بأكثر من حجم وبمذاقات متنوعة، وتعمل الآلة بشكل فعال وسريع، وقبل كل شيء صحي، ولا تحتاج للتدريب على استخدامها، فهي سهلة الاستخدام ولا تتأثر جودة الخبز الذي تنتجه بمرور الوقت. آلة ملء القوارير. صممت تلك الآلة للمرة الأولى في عام 1966 من قبل شركة جيرهارد شوبرت، بهدف الحصول على آلة تعبئة تتناسب مع العبوات المرنة، وبالفعل كانت تلك الآلة أكثر مرونة وكفاءة من أي آلة أخرى موجودة بالسوق، وقد ساهم الاكتناز الشديد لها في تفوقها على مثيلاتها في السوق، حيث كانت في نصف ضخامة مثيلاتها بجانب العديد من المزايا الإضافية التي ميزتها، مثل الروبوت المتنقل الموجود بها والذي يمكنه تأدية أي وظيفة فرعية،
ودقة الملء التي تصل إلى 0.2%، مما يجعل العبوة ذات جودة عالية وتقلل من الكميات المرفوضة.